ازيكم؟ عامل ايه؟ كنت فاز نلعب لعبه اوفر واتش 2. تعرف لايك تو اشتركين يا اخي. نبدا طبعا. شباب انا عارف ان انا بقالي فتره صاحبت القناه وان انا بقالي فتره ما نزلتش، بس والله يا شباب حاولت امبارح انزل لكم فيديو، بس يا شباب حرفيا الفيديو متصورش ويعني تعبت عليه جامد، بس يعني ايه مش مشكله، هصور لكم فيديو احسن منه. وشباب بس لايك تو اشتركين يا اخي، ندوس بلاي وندوس نلعب الرانكد كده لما في غيره، وديسكورد بلاي ونستنى بقى تيم. بيدور على جيم. اوكي شباب، انا عارف ان انا بقالي يعني كتير ما بنزلش، فشباب يعني احاول اروح انزل لكم كمان. عايز احاول اخلص لكم السلاسل عشان احنا عايزين نخلص بنتين، عشان ايه نقعد براحتنا بقى نكمل في فيفا لغاية الاخر. بس في وقت مستنيين ندخل جيم. انترينج جيم. ماشي المكان ده سكير مش حاجة زي كده. خضانة ده مكان. ندخل معنا حد، هنختار شخصية سولدر 46. الجيم بدأ ولا لسه؟ مش معايا تقريبا. ماشي هنشوف في حد دخل ولا لا. شباب الناس تدخل وكل ظبط ونجالكم. شباب رجعنا لكم، التيم بتاعنا دخل وكل حاجة ظبطت. يلا بينا نزبط مع بعض. يلا جو 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 جو. يا سلام جو. شباب فريدنا ايه؟ ان احنا ندافع عن الايه، عن الحرف ايه. ومفروض ان في تيم ضدنا اتاك، بيعمل اتاك على الايه، يعني ايه بيحاول ان هو ياخده يسيطر عليه عشان ايه يخسرنا، بس انا المفروض نخسرهم واحنا نعمل ديفندر المكان ده. يلا خلينا احنا هنا. فين اللي ضدنا؟ اللي ضدنا المفروض هيجوا من هنا عشان احمر كده يعني. خلينا احنا هنا. 3 2 1 هما جم دلوقتي. ماشي خلينا مسيطرين هنا. ماشي شباب. عارفه منين بيعمل؟ من المربع. عشان عايز اغير ال درج، عايز اعمل تشينج للبطل الخارق اللي معايا عشان ده مش هو سولدر 76. كنا تعرف جدا كده، بس احنا لازم نموت، لازم نموت، موتوني وخلاص بقى. في الاخر هو ده ما بيدمجوش خالص. ايه ده؟ ايه الدبابة؟ يعني سولدر متاخد ولا ايه؟ سولدر متاخد شباب. نقدر ناخد ده، ما جربتوش قبل كده، خلينا نجربه. ماشي انا اول مرة اجربه معاكم يعني شباب. خلينا نروح. لا عايزين نروح بسرعة. عايزين نرجع الاستحواذ تاني لاني وحش خالص في اللعبة دي يا ماما. ايوه اهو اضرب كده بالحظ وبتيجي. الله موت واحد بس موت. ماشي ثاني شباب. هنعمل انهي واحد؟ مش تسوي المتاخد. ماشي خدنا ده زي ما كنا. ماشي اول ما يمشي بالطريق ده راح عشان ده حرف جديد بي. فنعمل ديفند يعني ايه ندافع عن الحرف بي. المفروض ان هما ايه يسيطروا على اللي عشان المفروض ان هو تبعنا يعني، بس
ساعات بيبقى العكس، جيمات تانية بيبقى العكس. فاهم طبعا، مش عايزينهم يسيطروا عليك. بس هو ده بصراحة اللي البطل ده أسطوري خالص. انا مت. ماشي لسه برضه متاخد. طب يا شباب خلينا نجرب نجرب مين ده. نجرب كل شوية، نجرب واحد. يلا بينا. ده تقريبا اكتر واحد لغاية دلوقتي عنده هيلث، لان ده 400 تنين على طول. يعني ايه، في واحد لما كنت كان معايا كان 325، فرق شوية. بس مش عايزينهم يسيطروا جامد. مين كان بيقول حي اهو؟ حي رب يا رب يا رب. لا يا جدعان ما موتش. مين نجيب؟ مين جبنا ده؟ نجرب، عايزين نجيب من هم الناس دول. نجرب ده ولا دي، مش عارف ايه ده. ده اسمه ايه ده؟ مسفى. نحطه هناك عند البي، هو بيتدمج يقدر يكسروه، بس عادي على الاقل هيعطلهم بدل ما انا عمال بموت كل شويه. يلا نحطه فيهم بسرعه. شباب نروح هنا كده ونحط واحد يضرب على ضدنا. هو طبيعي طبيعي يضرب على ضدنا، لان انا حطه يضرب على ضدنا. استنى شباب نرجع لكم. ورجعنا لكم يا شباب. ما يا شباب خلينا كنا خلينا في ده بلا ده كان كويس شباب. يلا خلينا ايه ماشي. يلا ايوه سريع ده. بسرعة بسرعة بسرعة. لا يا شباب المدفع موت حد ولا حاجة، في ناس مش مركزة معانا. انا دمي نقطة. لا اجري اجري. ايوه كويس. هلس 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 هلس. هلس 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 هلس. شوف 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 شوف. بس 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 بس. لا موت. عادي عادي مهم بسرعة. بس كويس. لا 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 بس ما سريع. بس لا بيجيبه من بعيد. بيجي من بعيد. اضرب من بعيد 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 لبعيد. ماشي حد اصلا. ماشي تمنيش. انا مش عارف اعمل ليه كده. هروح منطقة الهيلث. دي حلوة دي الحاجة دي. حلوة دي. شوفوا الحاجة دي حلوة خالص. بتمي بالتلاتة ورا بعض. ام ريلود. اوكي تمام. يبتاع كده غريب. لا جبت واحد يا شباب. لا عليا الحركة دي حلوة خالص. خلينا نفضل نعمل كده ناحيتهم لغاية ما تيجي فيهم. خلينا يا شباب نجري كده. نسمع شوية. خلصنا فل. ايوه تنجح مع ده.
ده متدمج على الاخر. ماشي كويس. تعالي بتزاولني، لو خبطت انا خبطتني انا مش عارف. يلا دي المفروض فيه شعر شعر بيجري. لا موت القدرة، في قدرة يا شباب شفتوها اللي هي بتاعت الست. ايوه ريلود، يلا بينا. بعيد نعمل الحركة. لا شباب مسيطرين هما الاخر. طب انا مش فاهم ازاي نعملها يعني. ده ايه ده؟ لازم نبقى عندها في نفس المنطقة تاني. ده مسيطر ولا ايه؟ مش عارف، انا الوحيد بس اللي عندها. اتنين عند الازرق كويس. تقريبا بدأنا نسيطر. ايه ده نايمني؟ طب حد من الازرق خليه هناك هيسيطروا وهنخسر. بس بسرعة عايز اختار بطل تاني. سولدر 76 كويس، عنده سرعة برضه. بسرعة بتبقى وقت طويل. يلا بسرعة سولدر. يلا كويس ان هو رشاش. ماشي ساتر، هنا اتخضيت. بسرعة بسرعة ليه؟ يلا بسرعة يا جدعان. تلاتة عليا ما ينفعش. ينفع كده؟ طب انا اعمل ايه؟ 500,000 واحد عليا يا شباب. بسرعة بس عايزة. ايوة سولدر احسن واحد. خليه يجري كده شوية. ايه ده؟ فيكتوري نفوزنا ازاي؟ مش عارف بس فزنا. المهم ان احنا فزنا. الام في بي، الام في بي سايل. مش عارف ايه المشكله يا شباب، ان انا مش عايل هما الابطال اللي معاهم. بس كويس جبنا كام كيل. طبعا شباب طبعا شباب دي هتيجي الفيديو كش لايك وشتاكين. طبعا شباب يعني صورت فيديو كده خفيف سريع معاكم شباب. شباب اللي عايزين ننزل لكم حلقة تانية من اللعبة دي اكتبوا تحت في التعليقات، يعني عايزين ننزل عنها تاني. وشوف يا شباب الالعاب اللي اسمه ايه المطلوبة، وانا شباب في لعبة في التعليقات شفتها من هتظهر لكم دلوقتي على الشاشة. بيقول لنا اللعبة اللي هي اسمها ايرن تو داي 2. ماشي شباب، يعني ان شاء الله هنزل عنها الحلقه الجايه. وانتوا شباب شوفوا انتوا عايزين الالعاب اللي انتوا عايزين شباب انزل عنها، اكتبوا لي تحت في التعليقات. ونشوفكم فيديو جديد قناه تنزل اكسايد. يلا سلام.